السيد سعيد سيدتي وسادتي، عاش رمضان ومرحبا بكم على أخبار الشان تاني لمساء والسهرة. إذا كانت مدينة مراكش تستشهر بالدقة المراكشية وتارودانت معروفة بالدقة الرودانية، فإن الدار البيضاء أصبحت تعرف بدق السيف، إذ سيلاحظ الوافد على هذه المدينة أنه بمجرد الوصول يستقبلها أهلها بسيوفهم وشواقرهم وسكاكينهم، عربون مودة ومحبة. وصدق الشاعر في حق الحفاوة البيضاوية حيث قال: شوارع البيضاء كالسيف، إن لم تقطعها قطعتك. هكذا أضحت التحية في البيضاء، فبعدما كان حمل السلاح الأبيض حق لا تتمتع به إلا أقلية من قطاع الطرق، أصبح لزاما على الضحايا أيضا من شهر أسلحتهم البيضاء، أولا للدفاع على بطونهم، وثانية لتبادل التحايا. فهل هي موضة أم أسلوب في العيش؟ هو تراث حضاري ينم على رغبة في العودة إلى الماضي، والعزم على العودة إلى زمن الجلادياتور. فبعد تربيتي، والعلامات واضحة، يعني بعد تربيتي حيوان البيتبول، من المحتمل جدا أن يعود البيضاويون إلى تربية الأسود لحماية بيوتهم، والذهاب إلى العمل على متن الكروكوديل وهالمجرة. أما بالنسبة للأسلحة البيضاء، نسبة إلى الدار البيضاء، فمن الأكيد والكل العلامات مجتمعة أن البيضاويون سيعودون إلى استعمال السيوف والرماح والمنجنيق. يعني كل العلامات مجتمعة اليوم لتعود الدار البيضاء إلى زمان الكوبوي. هنا أرى ما يكش واحد اللي يقول لك هذا. السلام عليكم. شرب اخوان. إننا لسنا في العيد الكبير، بل هو تشبه بميليشيات النشل بالنصر، فالتبختر بالسلاح الأبيض تعبير من المجرم كما الضحية عن انتمائهم لهذه المدينة الآمنة من الأمن. هذا فولكلور وطن، هو ماشي قلة الأمن، هو تعبير العنف بنوع من تساوي الحدود لدى الجميع دون تمييز بين المجرم والضحية، بمنظور ديمقراطي طلائعي وشمولي. والتجربة المغربية أصبحت رائدة في هذا المجال. ابن دويدن، هذا دق السيف بين قاطع الطريق وشفرة الصديق، فيا أسف البيضاء على ماضي الموسي ومضارع الضيق. السلطة الغامية من الدار البيضاء. احتج الفريق البرلماني في خريف الجلسة البرلمانية على أغنية مغاربة حتى الموت للمطرب المغربي البيغ، إذ اعتبر الفريق مغاربة حتى الموت غير كافية، فالمغربي في نظرهم يبقى مغربيا حتى بعد الموت. وفيما اعتبره البيغ دخولا في شبوق الفن لأهل غير الفن، طالب رجالات الأحزاب بالكف عن حشر أنوف السياسيين في حناجر المغنيين.
تأهل المنتخب الوطني للتزلق على الثلج البري على حساب البوركينا فراسو إلى فعالية ألعاب الليالي حيان الشتوية المقامة حاليا بمدينة الكز جنوب الشيلي، وكان تصدر سباع الأطلس المجموعة حرف جيم التي لقبت بمجموعة الموت من البرد بعد إقصائه لكل من فريق البنات لدولة البنين ورأس الرجاء البيضاوي الصالح وجمهورية التشاخ. والتقى مراسلنا كبران المتزلقين إبان وصولهم إلى المطار الدولي لبلانش نيج بمدينة الكز. هكذا تبدو مدينة الكز وقد انتهت الجامعة الشيلية من إنهاء آخر اللمسات ليبدأ التزبق على الأغلاس في أبرد ظروف ممكنة، على أن السباق سيبدأ بجر المتسابقين إلى أعلى جبل الطر ليتم طلق البازار كله، إذ أن الفائز سيكون هو من وصل إلى الأسفل وهو صائن كامل. صباح اليوم وصل الفريق الوطني واستقبلنا كبيره وهو دافئ سخون. وسميق ليادة، ما هي الصعوبات اللي واجهتوها؟ وصعوبات اللي واجهنا هي خلينا الصيف في المغرب، جينا للشيلي لقينا غير الثلوجات. الشيء طبيعي لان النصف الجنوبي من الكره الارضيه عندهم فصل الشتاء. ياك ويقولوا ان صاحبي غا في الرباط ماشي حتى نجيو لهنايا، واش ما بانش لك المنتخب؟ انا راه ما بقيت فاهم والو. والمنتخب واسبوعة اشي، واش السفير باقي ما بانش؟ حقاش عندي مشكلة ما عرفوش كي داير فوجو. الشيء طبيعي لان السفيرة مرا مرا، ويقولوا ان صاحبي غير في الرباط ماشي حتى نجيو لهنايا. قتلنا الجوع 14 ساعة ديال الطيارة، حتى جاتني الطيارة. واش ما كاينش شي محلبة في هذا المطار؟ ما عرفت فين غبروا هاد خياتنا هادو. على ما في خباركش حرقوا حرقوا الشيلي. وصاحبي يقولوا انها في الرباط ماشي حتى نجيو لهنا. هكذا وقد قرر السيد السميقلي ان يتزلق وحده في بلاصة المنتخب، وذلك حفاظا لماء الوجه من التجمد. من هنا الى لهي. بمدينة كازانيغرا تفشى ظاهرة التحرش بالبيتبول، والبيتبول حيوان من بني كلبون لا يتوانى في نهش سيقان الأطفال الهشيشة، ويستعمله شماكرة المدينة في عملية الجريساج المختلفة. وأكد مسؤول رفيع المستوى الدراسي تدخل لبريغاد الفوريان لجمع 15 طنا من كلاب البيتبول وتسليمها لبائعي السواسيسو. استوردت مدينة دار وعزة جبلا من هنغاريا، وهو جزء من سلسلة جبلية سيتم نقلها على مراحل، وذلك للتحويل منطقة دار وعزة من منطقة ساحلية إلى منطقة جبلية. إنه جبل كيليمانجارو، معلمة جبلية شامخة مناخيرها إلى السماء، تم استقدامه من هنغاريا إلى المغرب. قد يقول البعض أواه، ويقول الآخر كيف دار لها؟ الجواب عند فؤاد المهندس القروي. سلام، هنا كنشوفوا في هذه الصورة كيفاش البلاصة فين كان الجبل منين استوردناه من هنغاريا. ها هذا هو الجبل في المنطقة الأصلية ديالو، هو هذا هزيناه من هنا وجبناه المنطقة تحت السوالم. بون ركبناه مقلوب، درنا لي منفليستر، ماشي مهم. المهم هو ما نديروش الفوق لتحت لان ما مزياناش الثلج. هنا كنشوفوا كيفاش نقلناه عبر مراحل مختلفة حتى للمغرب بواحد العناية مركزة من هنغاريا اسبانيا فرنسا، وجبناه دار بيضاء. ثم هنا وصلناه لمنطقة تحت السوالم، وهنا كيف كتشوفوا عندنا كيفية الاستعمال ديالو، لان ديمونطيناه في هنغاريا ومونطينا في حد السوالم، وهذه الدار ديال دوك الناس اللي خرجوا لنا، خرجنا البغرير وتاي وحشينا لهم الربيع، لان طلبوا لنا نحشوا لهم الربيع ولكن هادو ما بغاوش، حنا درنا اللي علينا. هادو هنا كنشوفوا كيفيه الاستعمال. ملي ركبناه مونطينا في حد السوالم لقينا بان خاصنا واحد خاصنا بولون الداري، ما كاينش واحد البولون ديال سيستيس تما.
اليوم السوق مشى. حنا الحمد لله كاع داكشي اللي كلينا في لوطا حطوه في جبل جناف ولا مالاش فيه. جوج جبل حطيناه مؤقتا حدا هاد التيران باش نستعملوه تريبين ديال المدرجات ريتا ما طيحش حتى وينوض الثلج ونديرو فيه داكشي ديال السكياج. كنلعبو عبيدات الرمال الموسيقى ديال هاد المنطقة وحنا جد فخورين نوليو عروبية وجبالها بدقة وحدة ومالها. حنا جد مصرارين بهاد الجبل العمس كنا عايشين الروتين كانت منطقتنا ساحلية واليوم صبحنا أناس ساحل جبليين. شكرا شكرا شكرا. سلام هاد الجبل خلق لنا مشكل اجتماعي كبير بحيث ان هاد الناس ملي جينا حطينا الجبل هنا قال لك انتوما ديال الترياب قلنا لهم لا قلنا واحد حشر الربيع ملي حشينا الربيع هاد الناس ما عجبهمش الحال قلنا ردوا الربيع وحنا ردوا الربيع. ودابا الجبل خصو الفرار. دور معاه دابا شحال هادي كان الواحد كيبغي يطلع لخوه الجبل ما كيلقاش فين يطلع. دابا ما كاينه علي الله يعلي شانك. ها نطلعوا. كان هذا اخر خبر في شان تاني. رافقتكم السلامة وستر مولانا سلموا على الفاميلة. الى اللقاء.